قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وهل وقع السيف لهذه الأمة؟ نعم وقع. ومن الذي أوقعه؟ انظر إلى الجملة التي قبلها: الأئمة المضلون ومن حذا حذوه. فقد وقع في عهد عثمان رضي الله عنه، فبقتله حصلت الفتن التي لا تحصى.